طب يا شباب، دلوقتي احنا بنسجل، تمام كده؟ طيب احنا قلنا ان احنا عندنا في الكمبيوتيشنال انتليجنس عندنا اربع حاجات رئيسيه، اللي هي نيورال نتوركس، وبعد كده عندنا الفازي سيستمز والجيناتيك الجوريزم والبارتكل سوارم اوبتمايزيشن. قلنا الاساس في المواضيع دي كلها هو موضوع الاوبتمايزيشن. ما كانش ينفع ان احنا نبدا اي حاجه من الحاجات دي بدون ما يكون عندنا فكره عن الاوبتمايزيشن. كنا احنا في المحاضره الاولانيه ادينا فكره يعني ايه اوبتمايزيشن، ازاي اعمل كلاسيكال اوبتمايزيشن بطريقه اناليتيكال، وكنا قلنا الالجوريزم بتاع الاوبتمايزيشن للوان دايمنشنال فانكشنز والمالتي دايمنشنال فانكشنز، وخدنا ازاي بايدينا بالورقه والقلم نحل المسائل بتاعه الاوبتمايزيشن. تعالى بقى دلوقتي بايدينا وبالورقه والقلم نحل المسائل بتاعه الاوبتمايزيشن، بس على الكونسترينت فانكشنز. على ايه؟ على الكونسترينت اوبتمايزيشن. طبعا السؤال المهم يا شباب، لازم نربط ما بين اللي احنا بنعمله والابلكيشنز. فاحسن مثال على الكونسترينت اوبتمايزيشن هو في الماشين ليرنينج، والطرق طبعا مش بتاعه الماشين ليرنينج هنبدا فيها مباشره اول لما هخلص الايه المقدمه بتاعه الاوبتمايزيشن. المحاضرات بتاعه الاوبتمايزيشن بتاعنا ان شاء الله اللي هي تقريبا هتنتهي الاسبوع اللي جاي، الثلاث اسابيع دول من الاولانيين ممكن ان انت تعتبرهم ان هم كراش كورس في الاوبتمايزيشن. كراش كورس في ايه؟ في الاوبتمايزيشن. والاوبتمايزيشن زي ما احنا عارفين ما هواش خاص بالناس بتوع كمبيوتر انجينيرنج، وما هواش خاص بالناس بتوع ميكاترونكس ولا الكلام ده، خاص بكل المهندسين. كل المهندسين بكل التخصصات محتاج الايه؟ محتاج الاوبتمايزيشن. يجي بقى الناس يستخدموه في الماشين ليرنينج، يستخدموه في النيورال نتورك، يستخدموه في الفازي سيستمز، ما مش هتبقى في مشكله معايا. بس اهم حاجه ان الكونسبت واحد، الكونسبت واحد. تمام، تعالوا نبدا من حيث انتهينا النوبه اللي فاتت. احنا النوبه اللي فاتت كنا وقفنا عند الكونسترينت اوبتمايزيشن. تعالوا ان شاء الله النهارده نبدا الكونسترينت اوبتمايزيشن باستخدام الطريقه بتاعه لاجرانج. استخدام الطريقه بتاعه ايه؟ لاجرانج. انا كنت عامل فيديو برزنتيشن بيشرح الكلام ده بالتفصيل. تعالوا مع بعض. طبعا النهارده استثناء ان المفروض النهارده اجازه، فاحنا واخدين المحاضره بتاعتنا اونلاين. تعالى نسمع الجزء بتاع البرزنتيشن ده مع بعض، وبعد كده ناخد الاسئله بتاعتنا وندي الاستريشنز اكتر لو حد عنده سؤال. ماشي يا يوسف؟ تمام، حضرتك يا دكتور. يلا نبدا يا مين تاني اللي معانا؟ مصطفى، باشمهندسة دي مريز، صح كده؟ بطل الاسم صح. ومين تاني؟ ومنا. ومين تاني من الشباب؟ طبعا انا عايز اقول الاسامي والباشمهندس محمود محمد. فين محمود محمد؟ يا دكتور موجود معانا يا محمود؟ نبدا يلا البرزنتيشن بتاعنا. تمام. طب يلا نبدا البرزنتيشن بتاعنا. ارجو لو حد عنده سؤال او عنده اي حاجه يا ريت بعد انا تلاقينا، انا كل ربع ساعه هاخد الاسئله. خلي بالك الجزء ده اناليتيكال معناه ان هو ايه؟ بنشتغل فيه بالورقه والقلم، فارجوك خلي بالك ركز في موضوع الورقه والقلم ده. يلا بينا. بعد كده طبعا يبقى الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه لحد دلوقتي كله عباره عن ايه؟ عباره عن كونسترينت اوبتمايزيشن. اسمه ايه؟ كونسترينت اوبتمايز او ان كونسترينت، عفوا ان كونسترينت ايه اوبتمايزيشن. طب تعالى دلوقتي نشوف الكونسترينت اوبتمايزيشن. نخلي بالنا ان الكونسترينت اوبتمايزيشن في نوعين، في حاجه اسمها ايكواليتي كونسترينت. ومعناها ايه equality constraint؟ معناها ان انا بقول ان عايز اعمل minimization بس الاكس بتخضع للعلاقه اللي هي قدامي، اللي هي جي اوف اكس بتساوي صفر.
دي اسمها ايه تساوي دي بنسميها الايه equality constraint. ده بسميها ايه. عاوز اتاكد بس يا شباب ان الصوت واضح. واضح يا دكتور. واضح يا دكتور. طب نكمل يلا. equality constraint. طيب في عندي حاجه اسمها inequality constraint. الانيكواليتي كونسترين معناها جي اوف اكس اقل من الصفر. جي اوف اكس اقل من ايه؟ من الصفر. نخلي بالنا ان شاء الله في الشغل بتاعنا ده انا هتكلم على الطرق بتاعه حل الايكواليتي كونسترين، انما الطرق بتاعه الانيكواليتي كونسترين هناخد لها حل عن طريق الاوبتمايزيشن تول بوكس بتاع الساي باي. يبقى احنا ان شاء الله في البايثون لايبرز اللي احنا هناخدها ان شاء الله في اللاب هناخد طرق نقدر نحل بيها الفانكشنز في الانيكواليتي كونسترين وبكل الايه وبكل الطرق بتاعه الكونسترين. طيب نرجع بقى تاني هنا للسلايد بتاعتنا. احنا هنا عاوزين نعمل ايه؟ مالتي فاريبل اوبتمايزيشن وذ ايكواليتي كونسترينز. وذ ايه؟ وذ ايكواليتي كونسترينز. طيب كلام جميل جدا. عندنا كام طريقه للحل؟ عندنا ثلاث طرق للحل. اول طريقه بنسميها سوليوشن باي دايركت سبستيوشن، وفي سوليوشن باي كونستريند فاريشن، وفي الطريقه بتاعه لاجرانج مالتي بلايرز. لاجرانج ايه؟ مالتي بلايرز. نخلي بالنا ان من اشهر الطرق هي الطرق بتاعه الايه بتاعه اللاجرانج مالتي بلايرز. الطريقه اللي هي رقم 2 اللي هي بتاعه الكونستريند فاريشن دي انا مش هتكلم عنها. طيب تعالوا بالراحه كده واحده واحده، تعالوا نشوف الطريقه بتاعه الدايركت سبستيوشن. ناخد مثال في الطريقه بتاعه الدايركت سبستيوشن دي، انا بعمل ايه؟ انا بعوض بواحد من الفاريبلز من العلاقه بتاعه الكونسترين، وعوض فيه الاوبجكتيف فانكشن، وبالتالي اتخلص من واحد من الفاريبلز وتبقى ان كونسترينت اوبتمايزيشن. ازاي؟ تعال نشوف زي المثال اللي قدامي ده. بيقول لي ايه المثال دوان؟ بيقول لي find the dimensions of a box of largest volume that can be inscribed in a sphere of unit radius. يعني ايه الكلام دوان؟ بيقول لي ايه هو حجم اكبر مكعب اقدر احط جوه كوره نص القطر بتاعها واحد. تاني، أكبر مكعب أقدر أحط جوه كورة نص قطرها واحد. طيب هو هنا بيقول لي مكعب معناه إن هو ليه إيه؟ ليه أبعاد ثلاثة. ليه إيه؟ أبعاد ثلاثة اللي هي إكس واحد وإكس اثنين وإكس ثلاثة. أفترض إن الدايمنشنز بتاعت المكعب ده أو الصندوق بتاعي، سوري أنا يمكن سبقت الأحداث وقلت إن هو مكعب، هو في الأول هيعتبر إن هو صندوق يعني بوكس كده ماشي. فالبوكس ده الابعاد بتاعته 2x1 و2x2 و2x3. الحجم بتاع المكعب اللي هو f بتساوي 2x1 مضروبه في 2x2 مضروبه في 2x3، يبقى ده حجم المكعب بتاعي اللي هو كام؟ 8x1 في x2 في ايه؟ في x3. بس نخلي بالنا بقى ايه هو الكونسترين؟ الكونسترين انا عاوز المكعب او موجودة على السطح بتاع الكورة. يعني ايه؟ يعني البعد بين النقطة وبين الأورجن بيساوي ايه؟ بيساوي نص القطر. يبقى لازم يكون x1 سكوير زائد x2 سكوير زائد x3 سكوير بتساوي واحد. بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. خلي بالك بقى معايا. يبقى تاني، يبقى انا عاوز اماكسمايز الفوليوم. عاوز ايه؟ اماكسمايز الفوليوم اكوردنج للكونسترين اللي هو x1 سكوير زائد x2 سكوير زائد اكس 3 سكوير بيساوي واحد. فواحد بيقول لي ايه؟ اول طريقه ان انا اعمل ايه؟ سبستيوشن. مفيش اي ثيري او في اي حاجه استخدمها، انا جاست مجرد ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعوض باكس 1 اهي، او هنا هيعوض باكس 3، اليمينيت اكس 3 من المعادله عن طريق كونسترين اهو. يبقى انا اقول له اكس 3 عباره عن الجذر التربيعي بتاع 1 ناقص اكس 1
سكويرد ناقص اكس 2 سكوير. فبقت بقى الفوليوم بتاعي ما هوش فانكشن في اكس 1 واكس 2 وفي اكس 3، بقى فانكشن في ايه؟ في اكس 1 وايه؟ واكس 2. خلاص هماكسمايز الاف دي ويز ريسبكت تو ايه؟ اكس 1 واكس 2 بس. هاي هفاضل بالنسبه لاكس 1 وفاضل بالنسبه لاكس 2 وحل، طلعت لي كام نقطه؟ ادي نقطه ايه؟ يبقى اكس 1 بتساوي اكس 2 اللي هي 1 على جذر 3، وبالتالي طبعا اكس 3 هتساوي ايه؟ بردك 1 على جذر 3. ومحتاج اتاكد ان هي ماكسيمم، طبعا اجيب الايه؟ اجيب الهيسيان. عاوز اتاكد ان هي ماكسيمم ممكن اجيب الايه؟ الهيسيان وهكذا. طبعا الهيسيان بتاعي هنا هتطلع ايه؟ هيطلع نيجاتيف ديفينيت. طبعا انت لما تجيب الهيله التفاضل بالنسبه لاكس 1، التفاضل الثاني بالنسبه لاكس 1، والتفاضل الثاني بالنسبه لاكس 2، وبعد كده تجيب التفاضل بالنسبه لاكس 1 وبعد كده اكس 2 وهكذا. يبقى انت زي ما انت شايف كده، يبقى انت زي ما انت شايف ان هنا هتطلع الهيسيان ماتريكس بتاعتي هتطلع نيجاتيف ديفينيت، معناها ان النقطه بتاعتي ايه؟ ماكسيمم. معناها النقطه بتاعتي ايه؟ ماكسيمم وهكذا. فديا ايه؟ ديا اول طريقه. دي ايه؟ ديا اول طريقه. طيب لحد دلوقتي يا جماعه اللي هي الاوبتمايزيشن باي سبستيوشن او دايركت سبستيوشن فيها مشكله؟ حد يا شباب شايف ان الماكسمايزيشن هنا او الاوبتمايزيشن باستخدام طريقه التعويض فيها اي مشكله او فيها اي ملاحظه ممكن نشوفها مع بعض؟ يا جماعه دكتور اتفضل. هو معلش الحته الثانيه بتاع اكس 1 سكوير زائد اكس 2 سكوير زائد اكس 3 سكوير بيساوي 1، معلش منين؟ لان الصندوق موجود جوه الكوره، فالفيرتيسيز بتاعه الصندوق موجوده على سطح الكوره، صح كده؟ تمام. معادله الكوره اصلا عباره عن ايه؟ الاكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير بتساوي ايه؟ بتساوي ار سكوير، والار هنا بواحد. تمام 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 يا دكتور، شكرا. منين؟ تمام تمام. ايه تاني يا شباب؟ طيب انا خليني كده واحنا مع بعض بردك عايز افكرك بحاجه. نروح للسبوره بتاعتنا. شايفين السبوره معايا؟ الشباب شايف السبوره بتاعتي؟ ايوه. لو انت عندك فانكشن كده اسمها اكس 1، فانكشن في اكس 1 واكس 2 واكس 3، ايه بس انا ايه عشان اعمل لك ريفرش بس، دي بتساوي 8 اكس 1 مضروبه في اكس 2 مضروبه في اكس 3. الهيسيان بتاعها، الهيسيان بتاع اف يا جماعه هنا شكله عامل ازاي؟ حد كده يقول لي الهيسيان شكله عامل ازاي بسرعه؟ هيبقى كام في كام الاول؟ هيبقى 3 في 3. هيبقى كام في كام؟ 3 في 3. علي صوت. ايوه تمام كده، هيبقى 3 في 3. تعالى كده نفتكر مع بعض يا شباب، خلي بالك بقى معايا. اول حاجه القيمه اللي هي هنا دي هو التفاضل بالنسبه لاكس 1 مرتين، وهنا التفاضل بالنسبه لاكس 1 الاكس 2 مرتين، وهنا التفاضل بالنسبه لاكس 2 ايه او اكس 3 مرتين، صح كده يا شباب؟ القيم دي هتساوي كام؟ هتساوي صفر.
حد فينا مش واخد باله هي بتساوي صفر ليه؟ عشان قبلك كنت عامل تفاضل بالنسبة لحاجة تانية variable تاني. لو انا فضلت بالنسبة لإكس واحد مرة هيبقى موجود عندي إكس اتنين وإكس تلاتة. لما فاضل بالنسبة لإكس اتنين او سوري لما صفر. فاضل بالنسبة لإكس واحد تاني هتديني صفر صح؟ بالزبط. نفس الحكاية هنا نفس الحكاية هنا ماشي؟ طيب تعالى بقى نجيب بقية الالمنتس عندي. بقية الالمنتس عندي هنا هفاضل بالنسبة لإكس واحد وبعد كده هفاضل بالنسبة لإكس اتنين فهيديني 8 x 3. خلي بالك بقى معايا هيديني 8 x 3 هنا وبعد كده فضلت بالنسبه لاكس 1 وبعد كده بالنسبه لاكس 3 هيديني 8 هنا x كام دي ها x كام دي x 2 خلي بالك تمام كده. طيب اللي تحت هنا انت فاضل بالنسبه لاكس 2 هنا أبقى فاضل بالنسبة لإكس 2 يديني 8 إكس 1 إكس 3. لو فضلت بالنسبة لي إكس 3 تاني هيديني إيه 8 إكس 1 يديني إيه 8 إكس 1. أرجوك خلي بالك معايا خلي بالك دايما اللي هو الهيسيان ماتريكس متماثلة حوالين إيه أو سيمتريك حوالين مين الدياجونال سيمتريك حوالين إيه الدياجونال. فأنت خلي بالك يبقى هنا يبقى هنا هيديك لازم 8 إكس 3 وتحت هنا لازم يديك كام 8 اكس 2 8 اكس 2 وطبعا لازم هنا 8 اكس 1 يبقى تحتها ايه 8 ايه اكس 1. ارجوك اللي انا عملته ده تمرين بسيط يورينا ازاي ان انا بجيب الايه بجيب الهيسيان ماتريكس اجيب الايه الهيسيان ماتريكس. ارجو ان الكلام ده يكون واضح. دكتور كان عندي سؤال معلش اتفضل. انا ما كنتش فهمت الايكويشن اللي جابها من الاول خالص اللي هي اكس 1 سكويرد زائد اكس 2 سكويرد زائد اكس 3 سكويرد بتساوي 1. ما فهمتش جابها على اساس ايه. جابها على اساس ان هي كوره يا باشمهندس. ما هو زميلك سالني السؤال ده انت ما خدتش بالك بقى لما زميلك سالني ها النحور في النص ايه لو رسمتها دكتور هتتضح المحور هيبقى في النص والمكعب هيبقى في النص. ايوه المحور بتاعنا اهو ادي المحور خلي بالك يعني المتوقع ان انتوا يعني ايه كده اهو وكده ادي المحاور بتاعتي ايه بتاعت الصندوق. المفروض الصندوق بقى بتاعي جوه الكوره يعني كل نقطه من نقط الصندوق دي كل نقطه من نقط الصندوق موجوده هنا على سطح الكورة اهي عادي كده ماشي عادي كده نقطة تانية طيب احنا تاني مع بعض اهو الناس شايفاني ولا لسه
حضرتك يا دكتور. ها تمام كده، اللي كان بيسألني فين باشمهندس؟ ايوه برد على حضرتك. النقطة دي اسمك ايه؟ انا مينا يا دكتور. يا مينا خليك معايا، بص كده نقطة، اي نقطة هنا، اي نقطة زي دي كده هتبقى دي اسمها ايه؟ اسمها كده، اسمها او اللي هي القيم بتاعتها يعني اكس واحد ماشي يا مينا، واكس اتنين، وايه تاني؟ واكس ثلاثة. فاكر انت معادلة الكرة ولا مش فاكرها؟ ها؟ اي فاكرها يا دكتور. قدام هنا نص القطر بتاعي بكام؟ نص القطر بواحد ماشي؟ يبقى انت عندك ايه؟ اكس واحد سكوير زائد اكس اتنين سكوير زائد ايه؟ زائد اكس ثلاثة بتساوي كام؟ بتساوي واحد. واضحة ولا ايه؟ تمام تمام. شكرا. خلي بالك الكلام ده هو مهم جدا، خلي بالك، لان انت في انت مهندس، لو انت مش هتعرف العلاقات الهندسيه والكلام ده كله يبقى انت ايه؟ تبقى عندك مشكله. خلي بالك الموضوع ده، ده المثال ده التمهيدي ده، ده مثال بسيط ماشي. يبقى اذا كل نقطه، كل نقطه بتمثل الفيرتكس بتاع الصندوق موجود على سطح الكوره، ودي معادله الكوره. تمام كده يا جماعه؟ تمام. طيب طبعا المفروض ان انت بقى بتعوض بالقيم بتاعه اكس 1 واكس 2 واكس 3 هنا، وبتعرف الايجن فاليوز بتاعه الاتش، تعرف الايه؟ الايجن فاليوز بتاعه الاتش، وهي هنا عشان النقطه دي ماكسيمم هتطلع ايه؟ هتطلع نيجاتيف ديفينيت، هتطلع ايه؟ نيجاتيف ديفينيت. طالما ان هي نيجاتيف ديفينيت يبقى اذا النقطه بتاعتي بتمثل ايه؟ بتمثل الماكسيمم، بتمثل ايه؟ بتمثل الماكسيمم، وهكذا. طيب طبعا الطريقه بتاعه التعويض دي هي طريقه سهله قوي لما تكون المساله بتاعتي سهله، لكن في بعض الاحيان ما بيكونش المساله بتاعتي سهله، فبالتالي استخدام التعويض ما بيبقاش مباشر كده، ما بيخلينيش اعرف احلها مباشره. ولكن خلي بالك بقى هنستخدم الطريقه بتاعه اللاجرانج. خليني ادمونستريت ليك الطريقه بتاعه اللاجرانج، ولكن حط في اعتبارك هو لاجرانج فكر فيها ازاي. لاجرانج ايه اللي خلاه يحط الطريقه دي في الحل؟ فكر كده معايا واحده واحده، بس خلينا نشوف الديمو ده الاول. الناس بس تاكد على ان هي شايفه الشاشه. شايفين يا دكتور؟ اه شايفين. تمام تعالى كده نشوف. يلا في سؤال في الجزء ده يا شباب؟ دكتور مفهوم. مفهوم صح؟ تمام تمام. طبعا نخلي بالنا ان دلوقتي الدايركت او اللي هو الدايركت سبستيوشن دي، هل هي دي الطريقه المفضله ولا لا؟ طبعا الطريقه دي مش مفضله، لان مش دايما الكونسترين فانكشن بيبقى شكلها سهل كده ان انا اقدر اجيب علاقة ما بين الاكس 3 والاكس 1 والاكس 2، مش دايما بيبقى الكلام ده سهل، ومش دايما بيبقى الايه الحل بتاع الانكونسترينت دي برضك بيبقى ايه؟ بيبقى سهل. طب انا اعمل ايه عشان اتغلب على الموضوع ده؟ اول لاجرانج عمل لي طريقة اسمها ايه؟ اللاجرانج مالتي بلاير. اسمها الايه؟ اللاجرانج مالتي بلاير. تعال نشوف كده. في المثال اللي قدامي ده بيقول لي عاوزك تمينيمايز او طبعا تماكسمايز. خلي بالك بقى احنا قلنا ايه؟ احنا دايما بنجيب الكريتيكال بوينت، وبعد لما نجيب الكريتيكال بوينت بنروح نشوف ان الكريتيكال بوينت دي ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل بوينت، ولا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم. يبقى انت خلي بالك الاحتمال بتاع الكريتيكال بوينت اربع حاجات، اربع ايه؟ حاجات، يا اما تكون ماكسيمم، يا اما تكون مينيمم، يا اما تكون ولا هي ماكسيمم ولا مينيمم يعني سادل بوينت، او ان هي تكون محتاجه مور انفستيجيشن. يبقى انا الاحتمال الرابع ده معناه انا ما بقدرش احدد بالظبط النقطه بتاعتي مينيمم ولا ماكسيمم، فممكن ان انا اعمل ايه؟ مور انفستيجيشن. طيب لاجرانج بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك في المساله اللي قدامي البسيطه دي، بيقول لي انا عاوز مينيمايز او اوبتمايز الفانكشن اللي هي هنا عاملها في اكس 1 واكس 2 بس كنوع يعني للتبسيط،
تعال نفترض ان انا عندي تو فاريبلز او تو بارامترز بس. سبجكت للكونسترين اللي اسمه ايه جي اوف اكس 1 واكس 2 بتساوي 0. فلاجرانج هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك خلي بالك ان انت لازم تحقق الشرط ده. لازم ايه تحقق الشرط ده؟ طبعا انا مش هخش في الاثبات بتاعه، بس انا هقول لك على الطريقه، هقول لك على الايه، على الطريقه على طول. يبقى خلي بالك بقى معايا، خلي بالك. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها لاجرانج فانكشن. اللاجرانج فانكشن اللي هي ال دي، ال فانكشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل ميكس ما بين الاوبجكتيف فانكشن اللي هي الاف وما بين الكونسترين فانكشن عن طريق لامدا، ولامدا هنا اسمها الايه؟ لاجرانج مالتيبلاير. لاجرانج ايه؟ مالتيبلاير. بعد كده بتحل اللي هي المساله اللي هي عباره عن ايه؟ الديريفاتيف بتاع ال بالنسبه للبارامترز، اللي هي خلي بالك البارامترز دلوقتي ما بقتش اكس 1 واكس 2 بس، بل هي بقت ايه؟ بقت اكس 1 واكس 2 ولامدا. يبقى خلي بالك، يبقى انت لما يكون عندك 2 بارامترز و1 كونسترين يبقى عندك كام بارامتر؟ عندي 3 بارامترز. يبقى عندي ايه؟ 3 بارامترز. يبقى عندي اكس 1 واكس 2 ولامدا. طب افرض ان انا عندي n بارامتر وm كونسترين، يبقى انا عندي خلي بالك اكس 1 واكس 2 لحد اكس n، وعندي لامدا 1 ولامدا 2 لحد ايه؟ لحد ام. يبقى انت عندك ان بارامتر وام كونسترين، يبقى التوتال نمبر اوف بارامترز هي ايه؟ ان زائد ام. طيب انت بتعمل ايه؟ تجيب التفاضل بتاع ال اللي هي لاجرانج فانكشن بالنسبه للبارامتر اللي هو اكس 1 وتساوي الكلام ده بصفر، بعد كده التفاضل بتاع ال بالنسبه لاكس 2 وتساوي الكلام ده بصفر، نفس الحكايه التفاضل بتاع ال بالنسبه للامدا اللي هو دايما هيديني الكونسترين فانكشن واساويه بايه؟ بصفر. يبقى انت خلي بالك هيطلع لك عدد من المعادلات يساوي عدد البارامترز. يبقى احنا قلنا لو عدد البارامترز كلها n بلس m لازم يكون عندي n بلس m ايه؟ ايكويشن. لازم احل انا المعادلات دي مع بعض اجيب منها اكس 1 واكس 2 ولامدا اللي هي ايه؟ اللي هي عندها الكريتيكال بوينت، اللي هي عندها الايه؟ الكريتيكال بوينت. طيب تعال نشوف كده زي المثال اللي قدامي ده، بيقول لي ايه؟ بيقول لك عاوزك تجيب النقط اللي تخلي الفانكشن اف اوف اكس واي دي مينيمم، بس خلي بالك النقط دي لازم تقع على محيط الدايره اللي نص قطرها ايه والسنتر بتاعها عند الزيرو. خلي بالك هي معادله الدايره اللي هي عباره عن اكس سكويرد زائد واي سكويرد ماينس اي سكويرد، دي طبعا معادله الدايره. يبقى انت خلي بالك لازم تجيب النقط اللي بتقع على الدايره دي وبتخلي الفانكشن بتاعتي اف اللي هي تكون ايه؟ اقل ما يمكن، اقل ايه؟ ما يمكن. يبقى انت بكل بساطه ادي اللاجرانج فانكشن، ادي اللاجرانج فانكشن اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفانكشن ميكسد مع الكونسترين، بس لما اضرب الكونسترين في ايه؟ في لامدا. لازم تضرب الكونسترين في ايه؟ في لامدا. تمام. بعد كده فاضل بالنسبه لاكس، وفاضل بالنسبه لواي، وفاضل بالنسبه للامدا، وكل الكلام ده اساويه بالايه؟ بالصفر. وحل اساويه بالايه؟ بالصفر، وتحل الثلاث ايه؟ معادلات. طبعا هنا نخلي بالنا الحل دايما بيبقى بسيط ودايما بيبقى ستريت فورورد اهو. لما انت هتحل على طول من المعادلتين الاولانيين دول اجيب من هنا لامدا من المعادله الاولانيه ولامدا من المعادله الثانيه واساويهم ببعض، كده جبت علاقه للواي والاكس، وبعد كده من العلاقه بتاعت الاكس والواي اعوض في المعادله الثالثه، احل على طول اجيب ايه؟ اجيب اكس وواي، هيطلع لي الاكس والواي زي ما انت شايف كده. ده الاوبتيمال ايه؟ الاوبتيمال سوليوشن عند ايه على جذر 3 اللي هي قيمه اكس، وعند ايه في جذر 2 على جذر 3 اللي هي قيمه ايه؟ قيمه واي، وهكذا. طيب انا هتوقف عند الجزء ده يا جماعه، ان شاء الله طيب احنا ما توقفناش ولا حاجه،
هو السؤال دلوقتي حد يقدر يلخص لي الطريقة بتاعت لاجرانج في الكونستريند اوبتمايزيشن؟ تفضل حد كده يقول لنا يا جماعة. أحمد محمد صلاح في المح أحمد. طب عبد الرحمن الطريقة بتاعت لاجرانج أخبارها إيه؟ ها؟ حد تاني؟ إيه أخبار طريقة لاجرانج دي؟ إيه رأيك فيها؟ سهلة ولا صعبة؟ يعني هي سهلة بس محتاجة بس أدور عليها شوية عشان أعرف. طيب أنا بس عايز أوضح لكم حاجة، عايز أوضح لكم حاجة مهمة جدا. انتوا عارفين احنا لما بنيجي، طبعا الناس شايفة الشاشة عندي دلوقتي، شايفين يا دكتور. تخيل بقى دلوقتي انا عندي ايه، عندي استنى، هل انا اخد اللي هي المثال اللي احنا عندنا هنا ده المثال بيقول ايه، بس عايزين نعمله فيجواليزيشن. خلي بالك الفيجواليزيشن ده مهم جدا. انا دلوقتي عندي فانكشن اهي في اكس وواي، عندي اكس وواي، عايز مثلا مينيمايز، عاوز مينيمايز الفانكشن دي اللي هي بتساوي ايه مثلا، اللي هي بتساوي اكس سكوير، بس خلي بالك بقى هنا اكس سكوير زائد واي سكوير. ركز بس معايا، بس بحيث ان such that، such that ده بقى اللي هو الايه الكونسترين. خلي بالك معايا الكونسترين بتاعي اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عن g function في x و y ده عباره عن ايه، عباره عن x ناقص y x ناقص واي بيساوي صفر. خلي بالك معايا، يبقى اذا خلي بالك، يبقى اذا في فانكشن وفي هنا كونسترين. طبعا اول حاجه انت هتعملها لو انت بقى مكان لاجرانج هتفيجواليز الكلام ده. فيجواليز الكلام ده ازاي؟ في 3 دي التخيل صعب، في 3 دي التخيل صعب. فانا اسهل حاجه ان انا اعمل ايه، اتخيل في الايه، في ال في 2 دي. ماشي، يبقى انت عندك هنا ادي الاكس اكسي، ادي الاكس اكسيز اهو، وادي الواي اكسيز اهو. اول حاجه طبعا هتبان الفيجواليزيشن بتاع دي هيبقى عامل ازاي. الفيجواليزيشن بتاع اكس سكويرد واي سكوير، طبعا عشان انا فيجواليز الكلام ده في 3 دي هيبقى بالنسبه لي صعب. هو ايه، اول حاجه ممكن افيجواليز الكلام ده في 2 دي على ان هو عباره عن كونتور حوالين الزيرو. يبقى اول حاجه ادي الكونتور بتاع قيمه الاكس لقيمه الفانكشن مثلا لما بتكون 1، بعد كده الفانكشن دي 2، الفانكشن دي 3. اللي انا برسمه او اللي انا بفيجواليز ده بنسميه كونتور فيجواليزيشن بتاع الايه، بتاع الفانكشن. ده اسمه الايه، ده اسمه الكونتور فيجواليزيشن بتاع الايه، بتاع الفانكشن دي. خلي بالك بقى معايا، يبقى اذا لو انا بدون اي كونستريند اوبتمايزيشن بدون اي حاجه، لما ابص على الفيجواليزيشن دون، هبص على الفيجواليزيشن ده على طول، حتى اكبرها لك اهي على طول. طبعا هقول ايه، هقول ان القيم بتاعت اكس وواي اللي هي في على الخط ده، قيم بتاعت اكس وواي قيمه الفانكشن عندهم اقل من ايه، من القيم بتاعت الفانكشن عند النقط دي وهكذا. يبقى اذا الكونتور ده بيعبر عن الليفل فاليوز بتاعت الايه، بتاعت الفانكشن ده. عشان كده على فكره بنسمي ده، بنسميه ايه، ليفل سيت فيجواليزيشن للايه، للفانكشن دي. ده اسمه ايه، ليفل سيت فيجواليزيشن. عظيم جدا. طيب الفانكشن دي عشان اعمل لها مينيمايزيشن بدون ما اشوف الشرط ده، بص خلي بالك، شايف الشرط اللي انا احط عليه علامه خضراء دي، الشرط اللي انا احط عليه علامه خضراء ده، لو انا كده مش شايفه يبقى على طول ايه هي القيمه، او ايه هي الاكس والواي اللي تخلي الفانكشن دي اقل ما يمكن، هي النقطه ايه اللي اكس بزيرو واي بزيرو، هي دي القيمه اللي تخلي الفانكشن دي اقل ما يمكن.
طيب لكن ده مش ده اللي انا عايزه. ايه اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه انا عاوز النقطه، خلي بالك بقى معايا، انا عاوز النقطه اللي تخلي الفانكشن دي اقل ما يمكن لكنها موجوده على الشرط ده. الشرط ده ان الاكس بتاعها ناقص الواي بتاعتها بتساوي صفر. لما انا اجي في افيجوالايز اكس ناقص واي بتساوي صفر، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن خط مستقيم. ده عباره عن ايه؟ عباره عن خط مستقيم. خليك معايا كده، ادي الخط المستقيم اهو. لما انا افيجوالايز الخط المستقيم ده يا شباب، ادي الخط المستقيم اهو، ماشي؟ يبقى دون كده، ده عباره عن ايه؟ ده كده نكتب جنبيه اهو. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى ده اللي هو جي بتساوي صفر، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو كانه احنا عارفين ان هو اكس ناقص واي اهي، اكس ناقص واي بيساوي الايه؟ بيساوي الصفر. طبعا لاجرانج عمل ايه بقى؟ لاجرانج قال لي خلي بالك بقى معايا، يبقى انا دلوقتي عايز اجيب النقطه اللي تخلي الفانكشن دي مينيمم، وفي نفس الوقت هي موجوده على الخط المستقيم اللي المعادله بتاعته جي اوف اكس وواي بتساوي صفر. على طول يا شباب، فين القيمه دي؟ القيمه دي فين يا جماعه؟ التقاطع بين الاثنين. ليه فين؟ انهي نقطه؟ علي صوتك، انت صوتك بعيد ليه كده؟ اللي هو المماس. هتبقى النقطه اللي هي ايوه، انهي نقطه؟ انهي نقطه اللي هي فين؟ قول. تمام، اللي هي التماس على الدايره. ايوه، اللي هو التانجنت ده. طبعا احنا فيجوالي، فيجوالي على طول نقول فين النقطه دي؟ النقطه دي اللي احنا واقفين عندها. لكن طبعا لاجرانج هو مش مجرد بيعمل ضربه حظ، هو بيعمل طريقه عشان احنا نستخدمها مع اي ايه؟ مع اي مساله. خلي بالك معايا، خلي بالنا احنا عرفنا النوبه اللي فاتت اللي هو الجريدينت. خلي بالك بقى معايا، الجريدينت بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ان عند اي نقطه، تعال نعلم عليها كده النقطه اللي هي ناخدها بالاخضر دي، خلي بالك اهي، عند اي نقطه وليكن النقطه دي اللي هي نقطه التماس ما بينهم ده، هي بيقول لي ايه بقى لاجرانج؟ بيقول لي خلي بالك بقى معايا، عند النقطه دي الجريدينت بتاع الفانكشن، تعال نعمله خط كده اهو، نعمل خط كده. الخط ده بنسميه ايه؟ نعمله بالاحمر او ناخد الازرق. نخلي بالنا ده كده، ده اتجاه الايه؟ ده يا شباب ده اتجاه الجريدينت بتاع الايه؟ بتاع الفانكشن الاساسيه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجريدينت. الجريدينت بنكتبه ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. الجريدينت دون احنا عارفين ان هو ايه؟ الجريدينت هو عباره عن نابله اف. ده اتجاه الجريدينت اللي هو ايه؟ اللي هو النابله اف. خلي بالك معايا، لازم على طول على طول ساعتها فين الجريدينت بتاع الجي؟ الجريدينت بتاع الجي على طول في الاتجاه الايه؟ المعاكس بتاعه. على طول في الاتجاه الايه؟ المعاكس. بص بقى معايا، ممكن تعمله في الاتجاه المعاكس، ممكن تعمله في الاتجاه اللي معاه، لان انا هضربه في لامدا واسويهم ببعض. يبقى خلي بالك بقى معايا، يبقى انا هنا اذا يبقى عندي هنا في اثنين جريدينت. خلي بالك، يبقى اذا الطريقه بتاعت لاجرانج بتقول لي ايه؟ الجريدينت بتاع الفانكشن والجريدينت بتاع الكونسترين هما الاثنين في نفس الدايركشن، بس بفرق ايه؟ بفرق لامدا. خلي بالك بقى معايا، يبقى اذا هنا اضرب لي ده في لامدا، حطها بلون كده حلو اهو، ادي اضرب لي ده في لامدا، يبقى الاثنين بقى يساوي بعض. يبقى خلي بالك، يبقى اذا هنا الجريدينت بتاع الاف بيساوي لامدا، بيساوي لامدا في الجريدينت بتاع الايه؟ او ان انت ممكن تقول ايه؟ ممكن تقول ان الجريدينت بتاع الاف اللي هو بقى، خلي بالك بقى الكونسترين او الطريقه بتاعت لاجرانج، ادي الجريدينت بتاع الاف ناقص او زائد لامدا في الجريدينت بتاع الفانكشن اللي هو جي بيساوي صفر، يبقى هو ده الايه؟ دون هو الشرط بتاعي. خلي بالك معايا، ده مهم جدا، ده مهم جدا. طبعا ناقص او زائد مش مشكله، زي ما قلت لك ان انت ايه؟ اعملهم ضد بعض او مع بعض مش مشكله، اهم حاجه ان في واحد فيهم لما اضربه في كونستانت اللي هو لامدا يديني الثاني، لما اضربه في كونستانت اللي هو ايه؟ الريال فاليو دي ممكن تكون موجب او ممكن تكون ايه؟ سالب. ده باختصار، ده باختصار الاثبات بتاع الطريقه بتاعت الايه؟ بتاعت اللاجرانج. طبعا اللاجرانج ليه طريقه ثانيه في اللي هي الكونستريند اوبتمايزيشن،
with a with inequality constraints هبقى اتكلم عليها ان شاء الله في وقتها، هبقى اتكلم عليها ان شاء الله في وقتها وهكذا. تمام يا جماعه؟ طيب يبقى اذا ده اللي احنا شفناه، ده الاثبات ببساطه، الاثبات ببساطه بتاع موضوع الايه، بتاع موضوع اللاجرانجي. اذا خلي بالك معايا، يبقى انا اهم حاجه ان انا بفيجوالايز الفانكشن بتاعتي ككونتورز او بنسميها ليفل سيت فاليوز. ليفل سيت فاليو كل ليفل بيعبر عن القيم بتاعت الفانكشن، عن القيم بتاعت الايه الاكس والواي اللي هو موجود عليها. وبعد كده بحط الكونسترين، بحط الكونسترين والتانجنت ما بين الكونسترين كيرف والسيرفيس بتاع الفانكشن. التانجنت دون او الليفل سيت بتاع الفانكشن، التانجنت ده هو بايه بيمثل لي النقط اللي عندها الايه المينيمم فاليو. طبعا في بعض الابلكيشن او في بعض الامثله ما بيبقاش التانجنت ده بيبقى نقطه واحده، لا ممكن يكون اكتر من نقطه زي ما هنشوف في الامثله بتاعتنا وهكذا. تعال نشوف كده لو حد عنده سؤال في الجزئيه دي عشان نتنقل للي بعدها. فين مينا؟ قول يا مينا لو عندك سؤال. مينا راح فين؟ في سؤال يا باشمهندس عبد الرحمن؟ أنا دكتور. في أي سؤال؟ كله تمام؟ تمام. طيب ماشي، قول يا يوسف اتفضل. قول تمام، تمام مفيش سؤال. طيب تعال نكمل كده الجزء اللي جاي. اتفضل اتفضل. حد عنده سؤال يا جماعه؟ ده تمام يا دكتور كده، اتفضل حضرتك عايز تكمل. طب يلا نكمل يا مصطفى أشرف. يلا يا شباب، خلي بالك بقى، عمل شرط عشان نقدر نعرف منه اذا كان النقطه الكريتيكال دي هي ماكسيمم ولا مينيمم. تعال نشوف ازاي. لاجرانج هنا بيقول لي بقى جنرال، بقى يبقى الشكل الجنرال بتاع الكونستريند اوبتمايزيشن بروبلم هو الشكل اللي قدامي ده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي مينيمايز الفانكشن اف اللي هي فانكشن في الاكس. خلي بالك بقى، واخد بالك انا الاكس هنا عاملها ايه؟ عاملها كابيتال وبولد. دايما البارامتر اللي هو كابيتال وبولد ده معناه ان هو عباره عن فيكتور، معناه ان هو عباره عن مجموعه من البارامترز مع بعض، يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيكتور. الفيكتور بتاعي الاكس ده عباره عن ايه جواه؟
اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان، يبقى كان الفيكتور اكس في كم بارامتر؟ يبقى في ان بارامترز، في ايه؟ في ان بارامترز. تمام. طيب الكونسترين بتاعي هنا عندي كم كونسترين؟ هنا بقى بيقول لي الجنرال بروبلم بتاعه لاجرانج بيقول لي ايه، ان انا عندي عدد ام كونسترين، يعني الفانكشن مش عندي جي واحده، انا عندي جي واحد وجي اتنين وجي تلاتة لحد كام؟ لحد جي ام. طيب يبقى انا خلي بالك طالما ان انا عندي ام كونسترين يبقى انا عندي ام بارامتر، يبقى انا عندي هنا ايه؟ يبقى انا عندي ام بارامتر. يبقى انت البارامترز كل البارامترز بتاعتك عباره عن ايه؟ اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان، وبعد كده من لامدا 1 لحد ايه؟ لامدا ام. بتاخد الكلام ده كله وتكومباين بقى اف مع جيز، يبقى هتطلع ايه؟ هتطلع ال بتساوي الاف زائد لامدا 1 في جي 1 زائد لامدا 2 جي 2 زائد وهكذا لحد ايه؟ لامدا ام جي ام. يبقى ده بنسميه ايه؟ لاجرانج فانكشن. طيب هيبقى عندي كام معادلة هنا؟ هنا محتاج ان انا حل n plus m equation. يبقى انت عندك عبارة عن ايه؟ n plus m equation. اول n equation اللي هو التفاضل بتاع لاجرانج فانكشن بالنسبة للبارامتر x i، والi من واحد ل n. نفس الحكاية الm equations اللي بعدها اللي هي التفاضل بتاع لاجرانج فانكشن بالنسبة للامدا j، بالنسبة لايه؟ لامدا جي. يبقى انت عندك دلوقتي ايه؟ ان بلس ام ايكويشن، عندك ايه؟ ان بلس ام ايكويشن. جميل جدا. هتلاقي بعد كده انا بعد لما احل الكلام ده هو محتاج اعرف الكريتيكال بوينت بتاعتي هتبقى ماكسيمم ولا مينيمم. لاجرانج بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ان انت هنا محتاج تتشيك الاتي، محتاج تتشيك الايه الاتي. مش هخش انا في التفاصيل دي يا جماعه، أنا دلوقتي على طول مباشرة أخش في إيه؟ أخش في الإثبات أو في ال أو مش يعني أنا مش هقول الإثبات، أنا هقول النتيجة النهائية على طول. النتيجة النهائية إن لاجرانج بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أنت عشان تعرف إن النقطة بتاعتك ماكسيمم ولا مينيمم هتعمل الديترمينانت اللي قدامك ده. شفت أنا مكبره أهو؟ يبقى الديترمينانت اللي قدامي ده زي ما انت شايف كده، انت خلي بالك ان انت عندك الديترمينانت دون هيبقى السايز بتاعه كام في كام. خلي بالك بقى معايا الديترمينانت ده عباره عن n بلس m في n بلس m element. يبقى خلي بالك دون السايز بتاعه، يبقى انت لو انت عندك 2 parameters 1 constraint يبقى ده لازم الديترمينانت ده يكون 3 في 3. لو انت عندك 2 parameters وعندك 3 constraints يبقى الديترمينانت ده لازم يبقى ايه؟ 5 في 5 وهكذا. طب الديترمينانت ده هتلاقي جواه ايه؟ هتلاقي جواه البارامتر زد وجواه ال11 وال12 وال23، دول ايه دول؟ عاوزين نعرف. والجي11 والجي22 والكلام ده والجي ام ان دي عباره عن ايه؟ طيب خلي بالك بقى معايا ال اي جي عباره عن ايه؟ بيقول لي ان ال اي يا شباب زي ما قلت لكم هو الحته بتاعت الكونكشن بتاخد وقت كده معين حوالي تقريبا قد ايه؟ 30 دقيقه وبعد كده بيفصل لوحده. اهم حاجه الناس سامعاني دلوقتي؟ عبد الرحمن وفرقته ومصطفى سامعينك يا دكتور؟ سامعين حضرتك. طيب لحد دلوقتي خلي بالك ركز معايا يا يوسف. شباب على فكره ان شاء الله هتلاقوا في طبعا الناس كان معانا 24 طالب دلوقتي بقوا 15 او 14. طبعا ان شاء الله عندنا مسائل في الشيت بتوضح لنا الكلام ده كله. طبعا خلي بالك ان شاء الله بردك هتلاقي على ال ام اس
انا حاطط كل او هحط كل الحاجات اللي انت محتاجها. هتلاقي عندك السلايدز بتاعت الكورس، هتلاقي الكتاب، هتلاقي اللابس، هتلاقي ان شاء الله كل حاجه، كل حاجه انت محتاجها هتلاقيها موجوده على ال ام اس. تمام. ومسائل الشيت ان شاء الله يحيى هيساعدنا ويحل معانا المسائل برضك في السكشن، فبالتالي الدنيا هتطلع. خلي بالك تاني، يبقى احنا دلوقتي احنا عندنا زي ما احنا عملنا في الكونستريند اوبتمايزيشن، كنا احنا بنقول او في الانس كونستريند اوبتمايزيشن كنا احنا بنعمل بنجيب الكريتيكال بوينتس، وبعد كده بنتشيك اللي هي الايه، اذا كانت الكريتيكال بوينت دي ماكسيمم ولا مينيمم. بنتشيك اذا كانت الايه الكريتيكال بوينت بتاعتي ماكسيمم ولا مينيمم. الكلام ده مهم جدا. لكن في الكونستريند اوبتمايزيشن عندنا لاجرانج حاطط لنا بقى الشكل، شكل كده مختلف عن اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. حاطط الشكل بتاع ديترمينانت، بنحدد فيه اللي هي ال اي جي. ال اي جي دي معناها ايه؟ معناها التفاضل بتاع اللاجرانج فانكشن بالنسبه للاكس اي، وبعد كده التفاضل بتاع اللاجرانج بالنسبه لايه؟ للاكس جي. يعني ايه اكس اي واكس جي؟ الاي والجي هو الاندكس بتاع ال بتاعتي دي، بس نخلي بالنا ان الاكسات بتاعتنا هي على حسب الدايمنشنز. يعني انا لو انا عندي 2 دايمنشنز يبقى انا عندي اكس 1 واكس 2، لو انا عندي 3 دايمنشنز يبقى انا عندي ايه؟ اكس 1 واكس 2 واكس 3. تعال نكمل. اول مره بالنسبه لاكس اي، وتاني مره بالنسبه لايه؟ لاكس جي. جميل جدا. طب ايه بقى الجي اي جي؟ جي اي جي هو عباره عن التفاضل بتاع الكونسترين فانكشن رقم اي. خلي بالك معايا، انت عندك كام كونسترين فانكشن؟ انت عندك ام كونسترين فانكشن، انت عندك ام كونسترين ايه فانكشن. يبقى انت عندك الجي اي جي ده عباره عن ايه؟ التفاضل بتاع الكونسترين فانكشن رقم اي بالنسبه للبارامتر رقم جي، بالنسبه للبارامتر رقم ايه؟ رقم جي. طب احنا بنكونستراكت الديترمينانت الكبير ده اول، وبعد كده بعمل ايه؟ هتلاقي جوه الديترمينانت ده البارامتر زد. ما هو ده اللي انا عاوزه بقى دلوقتي، ده اللي انا ايه؟ ده اللي انا عايزه. طيب كويس قوي. بساوي الديترمينانت ده بالصفر وبحله بجيب قيمة ايه؟ بحله بجيب قيمة زد، بجيب قيمة ايه؟ زد. عايزك بقى تركز معايا بقى دلوقتي. لما انت هتجيب قيمة زد، ودي حاجة مهمة قوي، لازم هيطلع لها كام حل؟ الزد بتاعتك هيطلع لها كام حل؟ خلي بالك هيطلع لها كام حل؟ N minus M solution. ركز في الحتة دي. N minus M يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 2 parameters وعندك 1 constraint، عندك 2 parameters 1 constraint، دايما هيطلع ايه؟ هيطلع الاوردر بتاعها 1، هيطلع الاوردر بتاعها ايه؟ 1. يبقى معناها عندي كم قيمه؟ عندي قيمه واحده لزد، عندي قيمه واحده لايه؟ لزد. يبقى خلي بالك بقى، انا بقول لك على ابسط حاجه. يبقى ابسط حاجه عندك ايه؟ 2 parameters، عندك ايه؟ 2 parameters 1 constraint، يبقى هيطلع ايه؟ هيطلع معادله في زد، بس هيطلع معادله في ايه؟ معادله في زد باور واحد، في زد باور ايه؟ باور واحد. وهيطلع ايه قيمه الزد دي؟ هتقدر تعرف منها ان النقطه دي ماكسيمم او مينيمم. طيب هي النقطه تبقى ماكسيمم امتى ومينيمم امتى؟ بكل بساطه لو الزد طلعت قيمه موجبه يبقى الكريتيكال بوينت بتاعتي مينيمم، لو الزد طلعت قيمه سالبه يبقى الكريتيكال بوينت بتاعتي ماكسيمم. تعال ناخد مثال. ارجوكم يا شباب ركزوا في المثال، نخلي بالنا تاني. يبقى الهدف بتاعي دلوقتي ان انا اكونستراكت اللاجرانج ديترمينانت دون، وبعد كده لما اكونستراكت اللاجرانج ديترمينانت احله لما بيكون بيساوي صفر، اوجد القيم بتاع الزد بناء على الحل بتاع قيم زد دي، اقدر اعرف
النقطة بتاعتي دي مينيموم ولا ماكسيموم. تعال نشوف كده في المثال، ركز في المثال أرجوك. في أي سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ لا لا دكتور. تمام. ناخد مثال، تعال على طول المثال المهم. طيب بص يا سيدي، بيقول لي ايه هنا بقى؟ Find the dimensions of a cylindrical tin with top and bottom. خلي بالك بقى معايا، يبقى انت عندك ايه؟ صفيحة على شكل اسطوانة، شكل ايه؟ اسطوانة ليها توب وفي غطا من فوق وغطا من ايه؟ من تحت. مصنوعه، بيقول لك made up of metal sheet to maximize its volume such that the total surface area is equal to ايه؟ 24 باي. خلي بالك التوتال سيرفيس اريا لازم يكون ايه؟ 24 ايه؟ باي. يبقى ده الكونسترين، ده الايه؟ ده الكونسترين. يبقى الكونسترين بتاعي بيقول لي ان لازم التوتال سيرفيس اريا اللي هي المساحه بتاعت الجوانب بتاعت الاسطوانه والمساحه بتاعت التوب والبوتوم كفرز بتوعها لازم كلهم يكونوا بيساوي ايه؟ بيساوي 24 باي. طيب يبقى انا دلوقتي انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اماكسمايز الفوليوم بتاع الصفيحه. الفوليوم بتاع الصفيحه لو انا قلت ان هي الريدجز بتاعها اكس 1 والارتفاع بتاعها اكس 2، يبقى اذا الفوليوم عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع. طب القاعده بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ باي اكس 1 سكوير اللي هي باي ار سكوير مضروبه في الايه؟ في الهايت اللي هو ايه؟ اكس 2. يبقى انت عندك دلوقتي الفوليوم عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع. مساحه القاعده عباره عن مساحه دايره نص قطرها اكس 1 مضروبه في الارتفاع اللي هو اكس 2. طب جميل جدا. بيقول لي انا عاوز دايما ان السيرفيس اريا بتاعتها التوتال سيرفيس اريا، التوتال سيرفيس اريا بتساوي 24 باي. السيرفيس اريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن المساحه بتاعت التوب والبوتوم. طب مساحه التوب والبوتوم عباره عن ايه؟ باي اكس 1 سكوير زائد باي اكس 1 سكوير. يبقى التوب والبوتوم كفرز عباره عن 2 باي اكس 1 سكوير. الجوانب بتاعت الصفيحه هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باي اكس 1 مضروب في اف اكس 2 اللي هي عباره عن السيركل، لو السيركمفيرنس، السيركمفيرنس بتاع البوتوم مضروب في الايه؟ في الارتفاع. يبقى 2 باي اكس 1 في اف اكس 2. الكلام ده هيساوي 24 ايه؟ 24 باي. يبقى اذا البروبلم بتاعتي هي عباره عن ان انا عايز اماكسمايز الاكسبريشن ده سبجكت لمين؟ انا هودي بقى ال 24 باي الناحيه الثانيه عشان اجيب الجي. ازاي بقى؟ يبقى اذا اللاجرانج فانكشن بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ خلي بالك بقى معايا. يبقى انا دلوقتي عاوز اماكسمايز اكس 1 سكويرد في اكس 2، دي برضك محتاجه تتظبط. نخلي بالنا يا شباب، هو اللاجرانج هنا في تايبو اللي هو في اكس 2 ميسنج. الجزء الاولاني هو الجزء بتاع الفانكشن فيها اكس 2 ميسنج، فانت ايه ضيفها يعني مفيش مشكله. طيب دي محتاجه برضك ايه؟ طيب يبقى انت عندك ايه؟ دي بركه عبد الرحمن هيفكرني ان انا صلحتها. ماشي عبد الرحمن؟ تمام يا دكتور. يبقى انت عندك ال ال بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن الاف اللي هي دي هتبقى باي اكس 1 سكويرد في اكس 2 في هنا اكس 2 زائد لامدا في الكونسترين فانكشن اللي هي دي اللي هي عباره عن الاكسبريشن ده ناقص 24 باي اللي هي اي 0 اللي هي ايه؟ اي 0 وهكذا. ودي دي الايه؟ دون ال ال بتاعتك. عندك كام ايكويشن هتحلهم؟ اللي هي الايكويشن بتاعت التفاضل بالنسبه لاكس 1، التفاضل بالنسبه لاكس 2، والتفاضل بالنسبه لمين؟ للامدا. التفاضل بالنسبه لايه؟ للامدا. يبقى انت عندك ثلاث معادلات،
اعتقد التفاضلات دي صح، هتبقى 2 باي اكس 1 في اكس 2 صح كده، هنا هتبقى 4 باي لامدا اكس 1 تمام في 2 باي لامدا اكس 2 دي مظبوط. التفاضل بقى بالنسبه لاكس 2 هتبقى عندك ايه؟ هتبقى عندك 2 باي اكس 1 او هتبقى باي اكس 1 سكوير صح كده زائد 2 باي اكس 1 بتساوي صفر تمام. وبعد كده عندك الكونسترين فانكشن، عندك الايه؟ الكونسترين فانكشن. لما تحل الثلاثه مع بعض احنا قلنا المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه هتجيب اكسبريشن للامدا من المعادله الاولانيه وتجيب اكسبريشن للامدا من المعادله الثانيه تساوي الاثنين ببعض يطلع لك علاقه ما بين اكس 1 واكس 2. لما تعوض باكس 1 بتساوي نص اكس 2 في المعادله بتاعه الكونسترين هتلاقي ان اكس 1 هتطلع بالايه؟ بالقيمه اللي قدامك دي اللي هي الجذر التربيعي بتاع الايه؟ بتاع 24 باي على 6 باي، المفروض تطلع ب 2، تطلع بايه؟ ب 2 وهكذا تمام. طيب محتاج بقى دلوقتي ان انا اتاكد ان الكريتيكال بوينت بتاعتي، الكريتيكال بوينت بتاعتي عاوز اتاكد ان هي بتماكسمايز الفانكشن. هتعمل ايه؟ نشوف لاجرانج بيقول لنا ايه. لاجرانج بيقول لي خلي بالك ان انت محتاج تكونستراكت اللاجرانج ديترمينانت الكبير ده. طب اللاجرانج ديترمينانت الكبير ده عباره عن ايه؟ هيبقى السايز بتاعه هنا هيبقى عباره عن 3 في 3. جت منين 3 في 3؟ عدد البارامترز اللي هو n بيساوي 2 وعدد الكونسترينز اللي هو m بيساوي 1. m بيساوي ايه؟ بيساوي 1. يبقى انا عندي ديترمينانت عباره عن ايه؟ 3 في 3. عباره عن ايه؟ 3 في 3. خلي بالك بقى في الديترمينانت دون، طالما ان هو 3 في 3 هكبره بس شويه. يبقى انت دلوقتي عندك محتاج تحسب ايه هنا؟ محتاج احسب ال11 وال12 وال21 وال22. طيب كويس. ومحتاج احسب ايه تاني؟ محتاج احسب G11 لان خلي بالك انا عندي هنا ايه؟ عندي كام كونسترين؟ عندي كونسترين واحد. يبقى انا محتاج هنا احسب ايه؟ G11 و G ايه؟ 1 2. خلي بالك بقى مفيش هنا ايه؟ مفيش هنا G21 ولا G22 وهكذا. طب تعال نشوف بقى دلوقتي. ال11 عباره عن ايه؟ عباره عن التفاضل الثاني بتاع ال بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس 1 اهو. يبقى انت هتفاضل ال بالنسبه لاكس 1 مره، بعد كده هتفاضلها ثاني بالنسبه لاكس 1 برضك، هيديك الايه؟ الاكسبريشن ده. خلي بالك هنا انت لازم تعمل التفاضل بتاعك وتعوض بالكريتيكال بوينت، تعوض بالايه؟ بالكريتيكال بوينت. خلي بالك احنا زي ما شفنا الكريتيكال بوينت بتاعتنا ان الاكس 1 بتاعتها ب 2 والاكس 2 ناقص 1. القيمه بتاعت اف عند الكريتيكال بوينت دي طلعت ب 16 باي. طبعا واحد ممكن يستوب هنا بس ده مش كافي ان انا اقول ان دي ماكسيمم بوينت لان انا مش عارف هي ماكسيمم هنا ولا مينيمم، فانا لازم اعمل الايه؟ التست بتاعي. نخلي بالنا احنا دايما الكريتيكال بوينت بنحط عليها ستار، دايما الكريتيكال بوينت بنحط عليها ايه؟ ستار. طيب يبقى تاني انا محتاج هنا اعمل ايه؟ اعمل ال11 واعمل ال12. يبقى انا عندي ال11 التفاضل بتاع ال بالنسبه لاكس 1 وبعد كده فاضلها تاني بالنسبه لاكس 1 وعوض بالكريتيكال بوينت فهيطلع لي ايه؟ الاكسبريشن دون اللي هيطلع ايه هنا؟ 4 باي على طول. طيب نفس الحكايه ال12 معناها ان انا فاضل ال بالنسبه لاكس 1 وبعد كده افاضلها بالنسبه لاكس 2 وعوض بالكريتيكال بوينت اللي هنا هتطلع على طول 2 باي. طيب واحد هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا محتاج كمان احسب اللي هي ال21. ال21 هنا هي نفسها ال12. خلي بالنا ال21 هتبقى لازم تكون نفسها ال12 تمام. بعد كده محتاج احسب ال22 اللي هو فاضل ال بالنسبه لاكس 2 وبعد كده فاضلها بالنسبه لاكس 2 وعوض بالكريتيكال بوينت وهيطلع الكلام ده بايه؟ بصفر. حتى لو انت بصيت هنا كده ايوه
على طول ادي التفاضل بتاع ال بالنسبه لاكس 2 اهي طلع اكسبريشن في اكس واحد بس. فانت لما هتفاضل اكسبريشن في اكس واحد بالنسبه لاكس 2 هيطلع بصفر. خلي بالك دي مهمه. طيب بعد كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجيب جي 11 وجي 12. خلي بالنا احنا هنا عندنا كام كونسترين؟ عندنا كونسترين واحد، يبقى كونسترين واحد اسمه ايه؟ اسمه جي 1. وعندي كام بارامتر؟ عندي اكس 1 واكس 2. يبقى انا محتاج افاضل الكونسترين اللي اسمه جي 1 بالنسبه لاكس 1، ومحتاج افاضل الكونسترين اللي هو جي 1 بالنسبه لايه؟ لاكس 2 زي ما انت شايف كده، وعوض بالكريتيكال بوينت بتاعتي. يبقى انت عندك جي 11 هيطلع 16 باي، وجي 12 هيطلع 4 باي. هعمل بقى الديترمينانت بتاعي اهو زي ما انت شايف كده. هتلاقي ان هو الديترمينانت ده في البارامتر زد، في البارامتر ايه زد، محتاج ان انا اساويه بالصفر واحل واجيب الايه الزد. بكل بساطه لما انت هتفك الديترمينانت دون زي ما قلنا الكلام ده مهم قوي وحله، هيطلع لي اكسبريشن في زد، اجيب قيمه زد. خلي بالك بقى، بص معايا، شايف الزد بكام؟ الزد بقيمه نيجاتيف. يهمني هنا الاشاره بتاعت زد، يهمني هنا الايه؟ الاشاره بتاعت زد. الاشاره بتاعت زد هنا طالعه نيجاتيف، وبالتالي ده معناه ان هو ايه؟ ان النقطه بتاعتي ماكسيمم بوينت. اي سؤال يا جماعه؟ مصطفى احمد اتفضل. مصطفى ما فيش سؤال. الدنيا واضحه؟ اه طبعا، لان خلي بالنا الميزه في الطريقه دي ان الخطوات فيها واضحه. يعني الخطوات فيها واضحه يعني ايه؟ يعني الخطوات ذات نفسها ما فيهاش تلاعب. هي المشكله، هي القضيه عندي ايه؟ في حل المعادلات اللي هي بتساوي الصفر. طبعا نخلي بالنا، ودي حته انا بقولها، دي حته ما بخبيهاش، يعني نخلي بالنا احنا الهدف من الجزء ده ان احنا نعرف يعني ايه اوبتمايزيشن فور انجينيرز. ما كانش ابدا اقدر اوديك للجزئيه بتاعه الاوبتمايزيشن اللي بيستخدموه في الماشين ليرنينج بدون ما تعدي على الكلاسيكال اوبتمايزيشن. خلي بالنا الطريقه بتاعت لاجرانج دي بقى لها عشرات السنين، فخلي بالك ازاي احنا النهارده في 2022 وانا مش عارف الكلام ده. لا، لازم نعرفه الاول، بس نعدي عليه ونعرفه ونحله بايدينا ان شاء الله، ونحل عليه مسائل، وبعد كده نشوف بعد كده ازاي بقى هستخدم الكلام ده في الماشين ليرنينج. ما هو ده عشان كده احنا واخدين الكورس ده. احنا الكورس ده هيورينا ازاي نوظف المعلومات دي في الايه، في الماشين ليرنينج، وازاي نعمل بيها برامج. ما القضيه كلها هل تنفع الطرق الاناليتيكال دي ان اعمل بيها برامج ولا لا؟ ده اللي احنا عاوزين ان شاء الله ايه نتعلمه مع بعض. طب لو هي ما تنفعش ان انا اعمل بيها برامج، يبقى انا لازم هنا الجزء بتاع الانتليجنس بقى. ما هي خلي بالك الكورس اسمه ايه؟ اسمه كومبيوتيشنال انتليجنس. يبقى انا لازم استخدم طرق ممكن تسميها انتليجنت او ممكن تسميها سمارت. الطرق دي تتغلب على عيوب الطرق الاناليتيكال. ده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه مع بعض. تمام يا شباب، نكمل ولا ايه؟ في حد عنده سؤال؟ شباب المهندسين، نبدا كده بالمهندس. ده المهندس مين ده؟ المهندس احمد جمال. المهندس احمد جمال فين؟ اه تمام، انت فين يا احمد؟ ها موجود يا دكتور. مريم ميلاد، مريم سمعاني؟ حضرتك يا دكتور. مريم فيها اسئله دلوقتي؟ لا مفيش اسئله. تمام. طب مينا رأفت رشدي فين؟ مينا؟ طيب ماشي يا جماعه، تعالوا كده نكمل ثانيه واحده.
طيب يا شباب تعالوا نشوف مثال تاني على اللاجرانج اوبتمايزيشن. تعالوا نشوف مع بعض كده. نفس الحكايه برضك هنا بيقول لك ايه, find the maximum of the function f اللي هي 2x1 زائد x2 زائد 10 الصوت والصوره واضحين يا جماعه؟ واضحين يا دكتور؟ واضحين تمام. يا subject لمين؟ ل g of x اللي هي عباره عن ايه, x1 زائد 2 x2 سكوير زائد 3. نفس الحكايه هتعمل هنا اللاجرانج فانكشن, ادي اللاجرانج فانكشن كومباينيشن ما بين الاف واللامدا, ادي الاف اهي وادي زائد لامدا مضروبه في الايه, في الكونسترين, موجوده في الايه, في الكونسترين. ادي بعد كده بفاضل بالنسبه ل x1 و x2 ولامدا, بحل بجيب اكسبريشن لمين؟ للامدا واكس 1 واكس 2. خلي بالك اللامدا هنا هتطلع ب 2, يبقى الكريتيكال بوينت بتاعتك هتلاقي فيها لامدا ب 2, الاكس بتاعتك اكس 1 هتلاقيها ب 2.97 واكس 2 ب 8.13. ارجوك خلي بالك لما يكون عندنا في المسائل بتاعتنا دايما استخدم 5 ديسيمال بليسز. يعني يمكن هنا في السلايدز دي بتاعت في دون توتوريال, ده من اشهر التوتوريالز بتاعت الاوبتمايزيشن, هو مستخدم 2 ديسيمال بوينتس بس. بس انا بقول لك في المسائل بتاعتنا ارجوك لازم تستخدم 5 ديسيمال بوينتس عشان تبقى ايه كافيه, لان خلي بالك الحسابات بعد كده بتبقى فيها ايه اكيوميليشن ايرور كبير قوي. فانت بقى بعد كده هتكونستراكت عشان تقدر تتشيك النقطه بتاعتك دي ماكسيموم ولا مينيموم, هتكونستراكت اللاجرانج ديترمينانت اهو تمام, وبعد كده تحل تجيب قيمه زد, هتلاقي ان الزد هنا بكام؟ برضك بنيجاتيف 6.2972, ودي القيمه دي نيجاتيف معناها ان هي ماكسيم. قول يا باشمهندس اتفضل. معلش انا قطعت حضرتك, بس هو فاضل في الميتنج اقل من دقيقه عشان لو هو بيسيف حاجه. انت عندك سؤال طيب؟ لا لا انا كنت عشان بس لو طيب. يبقى احنا في المثال اللي احنا شفناه ده يا جماعه خلي بالنا, يبقى مهم قوي ان انت دلوقتي جيب التفاضل بالنسبه للاكس 1, جيب التفاضل بالنسبه للاكس 2, جيب التفاضل بالنسبه لللامدا, يبقى انت عندك ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل ماشي, فبتحلهم ماشي. بتجيب اول حاجه اكسبريشن للامدا للمعادله الاولانيه واكسبريشن للامدا من المعادله الثانيه, تساوي الاثنين ببعض, تجيب علاقة ما بين الـ x1 والـ x2, تعوض بيها في المعادلة الثالثة, تحل تجيب x1 و x2, وبعد كده ترجع تجيب ايه؟ ترجع تجيب لامدا. زي ما قلت إن شاء الله إحنا عندنا ايه؟ إحنا عندنا مسائل في الشيت إن شاء الله هنتمرن فيها على الموضوع ده. خلي بالنا دون كده اللي إحنا عملناه دون, ده عبارة عن تمهيد للإيه؟ الأوبتمايزيشن. تمهيد يعني إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الشكل الكلاسيكال للأوبتمايزيشن. هل الشكل الكلاسيكال للاوبتمايزيشن دون هل هقدر استخدمه في الماشين ليرنينج زي ما هو كده؟ هل هقدر انا ان انا استيميت البارامترز اللي هي بالملايين او بعشرات الالوف زي ما احنا شفنا في الامثله بتاعه النتوركس بتاعه الديب ليرنينج وغيره وغيره وغيره؟ طبعا الاجابه لا, الاجابه لا. كلمه لا دي يعني احنا كنا بنضيع وقت؟ لا احنا مش بنضيع وقت. نخلي بالنا احنا هنستخدم بعض المفاهيم دي في ان احنا نعمل طرق. الطرق دي ممكن نسميها بين قوسين اتريتيف. يبقى خلي بالنا بقى, خلي بالك ان انت الطرق الاتريتيف دي هتساعدك ان انت توصل للحل بدون ما تبذل مجهود في الايه, في الشكل الاناليتيكال. طبعا الاناليتيكال ده ايه عيبه؟ عيبه لو انا جبت لك مثال بسيط جدا عشان تحل معادله بتساوي صفر هتلاقي انك مش هتعرف تحلها او ملهاش حل اناليتيكال. طبعا ممكن اديك امثله كتيره, ممكن اديك ايه امثله كتيره زي اكس زائد ساين اكس بتساوي صفر, اكس بكام؟ هتقعد تفكر تقول لا مش هعرف اجيب لها حل اناليتيكال. فبالتالي لازم ادور على طريقه ايه,
على طريقه اتريتيف، وبالتالي لازم احنا نروح للايه، للشكل بتاع الجريديانت ديسند اوبتمايزيشن. اسمه يا جماعه؟ اسمه جريديانت ديسند اوبتمايزيشن. بس انا قبل ما اروح للجريديانت ديسند، واحد يقول لي دلوقتي انت قلت لنا في الكونستريند اوبتمايزيشن ان احنا عندنا ما يسمى بالايه، بالانيكواليتي كونسترينز. الانيكواليتي كونسترينز خليني ان شاء الله اشرحها لك لما نتقابل فيس تو فيس احسن على السبوره، لان لو قلتها لك دلوقتي تحس ان الدنيا بعيده شويه، فافضل خليني اقولها لك لما ايه، لما نتقابل فيس تو فيس افضل. ماشي يا عبد الرحمن؟ تمام يا دكتور. تمام ماشي، عشان انت ايه هتشوفها على السبوره يبقى الدنيا بالنسبه لك اقرب ان شاء الله. ماشي يا جماعه. تعالوا نشوف كده الجزء، احنا يعني الجزء اللي فاضل تعال ناخد فكره كده عن الجريدينت ديسند اوبتمايزيشن. وانت بتذاكر ان شاء الله هتلاقي في الكتاب في بعض الامثله، هتلاقي في بعض الامثله في الكتاب، فانا برضك حلل لك سؤال منهم او مثال منهم وعامل فيجواليزيشن للحل، فلعل وعسى ده برضك يقرب لك الايه الصوره اكتر. تعال بص معايا كده على المثال ده مع بعض. يلا ما بيختلفش كتير عن الامثله، مش مالتيباير، وزي ما قلت المثال ده على فكره انا جايبه من علشان بس يخلينا ايه، انا قلتها قبل كده لكن انا عامل فيه فيجواليزيشن. الفيجواليزيشن اللي انا عامله هنا علشان بس يخلينا ايه، يوضح لنا الموضوع اكتر. تعال نشوف هنا بقى بيقول لي ايه، بيقول لي يوز ذا لاجرانج مالتيباير، وزي ما قلت المثال ده على فكره انا جايبه من الكتاب بتاع فاضي، بس طبعا الفيجواليزيشن انا اللي عامل. بيقول لي هنا use the Lagrange multiplier method to find the minimum of the function. شباب انتوا سامعين معايا؟ حضرتك يا دكتور بس هو بس بيدي نفسه اللي هو الايه، العشر ثواني الاجازه دول بعد كل 30 دقيقه. فالمهم احنا اونلاين دلوقتي مع بعض. تمام تمام. انا حتى انا هعمل ايه، انا هقفل الشير سكرين وافتحه تاني. تمام يا دكتور. X1 و X2 عبارة عن X1 في X2 سكوير.
بيقول لي الكونسترين هنا عباره عن ايه؟ بيقول لي ان لازم النقطه اللي هتماكسمايز الفانكشن دي او مينيمايز الفانكشن دي موجوده جوه المعادله اللي هي عباره عن اكس 1 سكوير زائد اكس 2 سكوير ناقص 1. خلي بالنا المعادله دي عباره عن ايه؟ دي معادله دايره. دي معادله ايه؟ دايره. تمام. طيب انا قبل ما اروح احل المساله دي لازم اتخيل هي عباره عن ايه. طبعا عشان تتخيل هي عباره عن ايه لازم ترسم الفانكشن. هنا كلمه ارسم مش معناها بلوت بقى، هنا مش هقول كلمه بلوت. البلوت دي مناسبه قوي للفانكشن اللي هي عباره عن اف اوف اكس مثلا بتساوي اكس 1 سكوير، دي عباره عن 2 دي فانكشن، فالفانكشن هنا هتلاقي ان ليها سيرفيس. الصوت والصورة واضحين يا جماعة؟ الشباب الصوت والصورة واضحين؟ واضحين يا دكتور. تمام يلا. ماشي؟ ما بقاش هنا كيرف بقى بتاع الفانكشن، لا ده هنا اسمه ايه؟ اسمه الفانكشن سيرفيس اللي هو زي ما انت شايف كده، ده بنسميه الايه؟ ده بنسميه الفانكشن سيرفيس. تمام. الفانكشن سيرفيس بتاعتي دي عاوز ادور عليها او عاوز ادور على النقطه اللي تخليها مينيمم اكوردنج للكونسترين. طب الكونسترين بتاعي بيقول لي ايه؟ بيقول ان النقط بتاعه المينيمم دي لازم تكون موجوده على محيط الدايره اللي هي الاوريجين بتاعها عند اكس 1 بيساوي 0 واكس 2 بيساوي 0 ونص قطرها 1. طيب نخلي بالنا دي دايره في المستوى بتاع اكس 1 واكس 2، يعني المستوى بتاع اكس 1 واكس 2 اللي هو ده هتبقى فيه دايره. طب على الدايره دي لو انا رسمت منها اسطوانه يبقى انا كاني بعمل ايه؟ كاني هعمل اسطوانه. الاسطوانه دي الاوريجن بتاعها عند الزيرو ونص قطرها 1، فالاسطوانه دي لما هتتقاطع مع السيرفيس بتاع الفانكشن هيديني الكيرف اللي قدامك ده. يبقى كان الكيرف اللي قدامي ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن المحل الهندسي للكريتيكال بوينت اللي انا عايزه. تمام كده؟ طيب يبقى تاني انا عاوز اجيب نقطه على الكيرف اللي قدامي ده بتخلي الفانكشن اقل ما يمكن. يبقى هو ده الايه؟ ده جيومتريك انتربريتيشن بتاع المساله بتاعت لاجرانج. ده جيومتريك انتربريتيشن بتاع المساله بتاعت لاجرانج. يبقى بكل بساطه انا هعمل ايه؟ هروح احل بالطريقه بتاعت لاجرانج. ازاي؟ يبقى اول حاجه لازم اكونستراكت اللاجرانج فانكشن. وقلنا هنا ان انا عندي 1 كونسترين، يبقى انا عندي كونسترين بارامتر واحد بس اللي هو لامدا. اللي هو ايه؟ اللي هو لامدا. يبقى انت عندك دلوقتي اف زائد لامدا مضروبه في كونسترين فانكشن. الكونسترين فانكشن هي عباره عن ايه؟ اكس 1 سكوير زائد اكس 2 سكوير ناقص 1 اللي هي. طيب عشان احل انا اللاجرانج بروبلم ديت هعمل ايه؟ قلت عندي ثلاث معادلات. المعادله الاولانيه هي عباره عن التفاضل بالنسبه لاكس 1 واساويها بصفر. المعادله الثانيه هي التفاضل بالنسبه لاكس 2 واساويها بصفر. والمعادله الثالثه هي التفاضل بالنسبه للامدا واساويها بصفر. نخلي بالنا بقى هنا عشان المساله دي كبيره شويه. لما انت هتحل هنا المساله بتاعتك خلي بالك، يعني هنا هتديك دي كده معادله ودي هتديك معادله ودي هتديك ايه معادله. هو طبعا مرقم المعادلات. المعادلات عندك هنا دي اللي هي دي 59 واللي وراها 60 ودي كام 61 وهكذا. لما انت هتتخلص من لمبة من المساله الاولانيه او من الاولانيه اهي هتلاقي لامدا عندك هنا بكام؟ بماينس اكس 2 سكوير على 2 اكس 1. من هنا لامدا هتلاقي ان هي عباره عن ايه؟ هتلاقي هنا لامدا بكام؟ يعني المعادله دي اللي هي رقم 59 دي هتلاقي ان هي هتديك ايه؟ هتديك يا اما ان اكس 2 بتساوي صفر او ان لامدا بتساوي ايه؟ ناقص اكس 1. يبقى كان المعادله دي عندك ايه؟ عندك حلين في كيس عندك اكس 2 بتساوي صفر وكيس ثانيه ان لامدا بتساوي ايه؟ بتساوي ناقص اكس 1. يبقى خلي بالك
انت هتعمل ايه؟ هتعوض بقى في الكلام ده في المعادله الايه الثالثه والمعادله الاولانيه. طب المعادله الاولانيه بتقول لي ايه؟ زي ما قلت ان لامدا بتساوي ناقص اكس 2 سكوير على 2 ايه؟ على 2 اكس 1. طيب المفروض ان انت بقى لما تعوض وتحل هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك مجموعه من النقط. بص كده معايا كام نقطه. عندي اكس 1 ممكن تكون زائد او ناقص 1 على جذر 3، واكس 2 زائد او ناقص جذر 2 على 3. طب خلي بالك بقى معايا، يبقى دول كام نقطه؟ دول اكس 1 واكس 2 دول زائد وناقص وزائد وناقص. يبقى خلي بالك ده كده دول لوحدهم عباره عن كام نقطه؟ دول عباره عن ايه؟ اربع نقط. عباره عن ايه؟ اربع نقط. يبقى مره تاخد موجب وموجب، وتاخد موجب وسالب، وبعد كده سالب وموجب وايه؟ وسالب وسالب. ده بالاضافه ان انت خلي بالك ان انت عندك الحل بتاع اكس 2 بتساوي 0. في الحل بتاع اكس 2 بتساوي 0 دون هتلاقي ان اكس 1 هيطلع اما ايه؟ اما زائد او ناقص 1. يطلع ايه؟ شويه دي خلي بالك بقى من الموضوع ده. طيب المفروض النقط دي بتاعتي انا هروح اتست، هروح اتست ان احنا عندنا النقط اهي. بص كده معايا، ادي النقط كلها اللي هي الكريتيكال، ادي النقط كلها اللي هي الايه؟ الكريتيكال. طيب واحد هنا ممكن يقول لي ان انا هل هنا اروح اطبق اللي هو الديترمنت بتاع لاجرانج؟ ممكن تعمل كده طبعا، وممكن تعمل ايه؟ احنا هنا مطلوب مننا ان انا عاوز في المساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي مينيمايز. بكل بساطه عندك مجموعه من النقط هتحسب قيمه فانكشن، الفانكشن دي هاخد منها اقل واحده، هاخد منها ايه؟ اقل واحده. هتلاقي المينيموم بتحصل امتى؟ هتلاقي المينيموم بتحصل عند ناقص 1 على جذر 3، اللي هي عند اكس 1 بتساوي ناقص 1 على جذر 3، ساعتها اكس 2 بزائد او ناقص جذر 2 على 3. ودي لما انت ايه تحسب قيم الايه الفانكشن هتلاقي ان هي بتديك نفس الايه نفس القيمه، لان الفانكشن خلي بالك فيها اكس 2 سكوير. الفانكشن اف بتاعتك فيها ايه؟ اكس 2 سكوير. فهتلاقي ان هي عند النقطتين دول بيدوا نفس الايه نفس القيمه وهكذا. يبقى دي بس ايه بلفت نظرك ان انت ممكن في بعض الاحيان هتلاقي المساله بتاعتك مش شرط او مش محتاج ان انت تطبق اللي هو الديترمنت بتاع لاجرانج. انت ممكن يكون عندك مجموعه كبيره من الحلول او عدد كبير من النقط، هتختار النقط اللي هي بتدي ايه؟ بتديك اقل قيمه وهكذا. في اي سؤال يا جماعه في الحته دي؟ شباب لو في اي سؤال اتفضل. قبل ما نتنقل بس النقطة الجديدة، لو حد عنده سؤال اتفضل. طيب مصطفى يوسف ما فيش اي سؤال؟ تمام يا دكتور. عبد الرحمن تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. مصطفى اشرف. طيب بص هو فاضل لنا خمس دقائق، فاضل خمس دقائق. الخمس دقائق دي انت تعال نشوف كده مقدمه لموضوع الجريدينت ديسنت.
نركز يا شباب في الكام ملاحظة اللي أنا هقولهم دلوقتي. في كام ملاحظة كده هيتقالوا مهمين جدا، فخلي بالك. ده الجاستيفيكيشن، إن أنا بتنقل للجريدينت ديسنت. تعال نسمعهم كده مع بعض. ونركز ونكتب الايه الملاحظات اللي انا هقولها دي. خلي بالك انت لازم تحطها في دماغك وتكتبها تدونها. كل الطرق اللي احنا خدناها لحد دلوقتي بتتميز بان هي طرق اناليتيكال. يعني ايه اناليتيكال؟ يعني كل واحد فينا عشان يحل المساله دي مسك ورقه وقلم، وربما يستخدم الكالكوليتر عشان يوصل للحل. وفي بعض المسائل بنحلها حتى بدون استخدام الكالكوليتر. تمام. طب ده كويس قوي. طب دوّن ممكن يبقى في حالة إيه؟ لما يكون عندي two parameters وعندي one constraint، أو three parameters و one constraint، أو three parameters و two constraints and so on. حتى دي لما ممكن توديني إن أنا يكون عندي determinant 5 في 5. مين فينا هيشتغل على determinant 5 في 5؟ ده كتير قوي. يبقى إذن نخلي بالنا الملاحظات اللي أنا عاوز أقولها لحد دلوقتي هي الآتي. اول حاجه، في اكسبريشن للفانكشن اللي انا عاوز اعملها اوبتمايزيشن. هو في اكسبريشن للفانكشن ديت، هو انا ممكن يكون عندي مسائل عاوز اعمل لها اوبتمايزيشن وما يكونش فيها اكسبريشن للفانكشن؟ اه طبعا. في المسائل بتاعه الكنترول او في الكنترول ديزاين بروبلم، ما بيبقاش انا عندي كلوزد فورم اكسبريشن للايه، للobjective function بتاعة الكنترول سيستم. مش موجودة. أنا جاست بقول إيه؟ بقول آه أنا عاوز أمينيمايز الايرور سكوير. طب في إكسبريشن عندك للايرور سكوير ده؟ مفيش إكسبريشن. عندي شكل جنرال كده للفانكشن دي، عشان أقدر أحسب القيمة بتاعتها محتاج أعمل عمليات كتير أوي عشان أوصل لها. يبقى خلي بالك مش دايماً تلاقي الفانكشن اللي أنت عاوز تعملها مينيمايزيشن بسيطة بالشكل اللي إحنا كاتبينه في المثال ده. أو زي أنا رايح أقول المثال، مش بسيطة بالشكل بتاع X1 مضروبة في X2 سكويرد. لا، ما بيحصلش الكلام ده دايما. يبقى مش دايما بتلاقي عندك إيه، عندك الشكل البسيط ده أبدا. نفس الحكاية في الابليكيشنز بتاعة الكمبيوتر فيجن أو الإيمج كلاسيفيكيشن بالتحديد، هتلاقي إن الإيرور فانكشن بتاعة التريننج كفانكشن في البارامترز بتاعه النيورال نتورك، هتلاقي ان انا جاست عندي اكسبريشن للايرور، لكن الاكسبريشن للايرور دوت ما بقدرش ان انا اوصل منه مباشر. بتلاقي ان انا عندك ايه، عندك اكسبريشن معقد جدا، فمش مهوش سهل بالطريقه دي. فخلي بالك، يبقى الدنيا العالم الحقيقي ما هوش دايما سهل بالطريقه دي. طيب يبقى اذا خلي بالك، يبقى الفانكشن مش دايما بتبقى موجوده، وبالتالي الفانكشن لو هي مش موجوده بالشكل البسيط دوت، بالتالي هتلاقي التفاضل بتاعها ما هواش سهل ان انا اجيبه زي المسائل اللي انا بحلها بايدي في المحاضره بتاعت النهارده والمحاضره بتاعت النوبه اللي فاتت. ما يبقى ما هياش دايما انا بجيب التفاضل بتاع اللاجرانج بالطريقه السهله دي، ان انا اجيب اكسبريشن طلعت اكس 2 سكويرد زائد 2 لندا اكس 1 بتساوي 0. يعني ده سهل جدا. ما هوش الكلام ده مش دايما موجود. يبقى خلي بالك، يبقى مش دايما عندك اكسبريشن سهل للفانكشن، وبالتالي ما بقدرش دايما ان انا اجيب التفاضلات بشكل سهل كده، وبالتالي الطرق دي ما بتبقاش دايما يمكن استخدامها. طب ان انا بقى محتاج اعمل ايه عشان اتغلب على الموضوع ده؟ محتاج ان انا استخدم طرق فيها ذكاء شويه. يبقى محتاج ان انا ايه، محتاج اعمل كومبيوتيشنال انتليجنس. ايه بقى الكومبيوتيشنال انتليجنس؟ الكومبيوتيشنال انتليجنس عاوز يخليني اعمل اوبتمايزيشن بطرق تكون اسهل بكتير من الطرق الاناليتيكال. ليه؟ لان انا يبقى عندي عدد بارامترز كتير، وبالتالي عدد بارامترز كتير يبقى انا محتاج ان انا استخدم الكمبيوتر، والكمبيوتر محتاج اعمل له برنامج. الله، برنامج دي معناها ايه؟ معناها مش شرط ان انا يكون عندي اناليتيكال سوليوشن بالشكل ده. لا،
يبقى انا عندي ابروكسيميت سوليوشن. خلي بالنا ان الاناليتيكال سوليوشن اللي قدامنا ده بيوديني الاكزاكت سوليوشن، انما الكمبيوتيشنال انتليجنس هيوديني لحل قريب من الاكزاكت سوليوشن، ولكنه بالنسبه لي انا كمهندس يعتبر ايه؟ يعتبر اكسبتابل بالنسبه للتعقيد بتاع المساله. يبقى خلي بالك بقى ايه، بما ان انا عندي كومبلكس بروبلم كبيره فبضطر ان انا اقبل الحلول الايه التقريبيه، دايما اقبل الايه الحلول التقريبيه، وخاصه ان هي بالنسبه لي هتبقى ايه، هتبقى معقوله بالمقارنه بالايه التعقيد بتاع المساله. تمام. طيب بخلي بالك بقى، يبقى انت عاوز تكتب برنامج. خلي بالك انا قلت ايه كومبيتيشنال انتليجنس، يبقى انا عاوز اعمل برنامج عشان يعمل اوبتمايزيشن للبروبلم. الاوبتمايزيشن بتاع البروبلم ده هو معناه حل ليه الابلكيشن اللي انا هعمله، اللي هو الانجينيرنج ابلكيشن، سواء على سبيل المثال اللي هو الابلكيشنز بتاعه اللي هي الايمج كلاسيفيكيشن، او الابلكيشنز اللي هي بتاعه الكنترول سيستمز اند سو، فدي كلها عباره عن ايه، عباره عن ابلكيشنز بالنسبه لي. لحد دلوقتي تمام؟ في اي سؤال؟ طيب يا شباب، يعني حتى الآن أنا أعتقد أن أنا وضحت إيه هو justification لاستخدام الطرق بتاعة gradient descent اللي احنا هنشوفها إن شاء الله المرة الجاية، ووضحت إيه هو عيوب الطرق اللي هي الكلاسيكال، وإن هي طبعاً هيبقى وضعها في صورة برامج على الكمبيوتر هيبقى صعب جداً، فبالتالي مش هقدر استفاد منها. لحد دلوقتي يا شباب في حد عنده أي سؤال؟ عبد الرحمن. تمام يا دكتور. تمام يا عبد الرحمن. واحمد محمد ولينا طارق ومين تاني بقيت الشباب. تمام يا دكتور. تمام. ارجو يا جماعه النهارده ان احنا نكون استفدنا من المحاضره. انا طبعا انا عارف قد ايه الموضوع طبعا اونلاين، طبعا في الجزء ده بالذات من الكورس هيبقى يعني اكيد احنا محتاجين السبورة عشان نشوف الكلام ده هو بيتحل. طبعا ان شاء الله من المحاضرة الجاية هتشوف حاجات كتير على السبورة، بالاضافة زي ما اتفقنا ان احنا ان شاء الله في السيكشن هنحل مسائل على الكلام ده، وما فيش حاجة معدينها كده بدون مسائل، فان شاء الله الدنيا تبقى احسن. تمام كده يا شباب. انا موجود لو حد عنده اي سؤال. لو احنا ما عندناش اسئلة يبقى احنا كده خلصنا النهاردة، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت الجاي على خير. طيب يا شباب نلتقي إن شاء الله على خير يوم السبت إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله.